وسلم. فلما نحرها صلى الله عليه وآله وسلم نحر 63، وجعل الباقي 37 لسيدنا علي بن أبي طالب يكمل عليه السلام نحرها بعد ذلك، وقال لا تعطوا شيئا، قسموا جميع ما كان منها لحمها وجلدها وشحومها على الناس، ولا تعطوا الجزار شيئا من ذلك ونعطيه من المال، يريدها كلها تتقسم. ثم أوضح للناس أنه يجوز لما كان أضحية، ما كان أضحية ليس دما واجبا، ما كان أضحية أن يؤكل منه ويقسم على الناس. ثم ذهب صلى الله عليه وآله وسلم متوجها إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، وقيل أنه صلى الظهر هناك ثم رجع مرة أخرى إلى منى وقضى 3 ليالي التي هي ليالي التشريق. نسيت أن أقول أنه في يوم النحر بعد أن رمى صلى الله عليه وآله وسلم ونحر، وقف وخطب صلى الله عليه وسلم في منى، وهي الخطبة الثانية التي كانت في حجه غير خطبة المدينة. خطب خطبة صلى الله عليه وآله وسلم عظيمة، حث فيها على كثير من الفضائل وعلى كثير من الأمور. عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في خطبته، ركز على 5 أشياء أساسية. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مشعرا للناس بحسن ترتيب الشهور السنة، لأن كان هناك يحصل شيء أن بعض أعيان كفار قريش وبعض زعماء العرب يغيرون في الأشهر الحرم في أيام حروبهم وغيرها، لأنهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم. قال ما وإن الدهر قد استدار على هيئته التي خلقه الله تعالى عليه. ثم قال لهم في أي يوم أنتم؟ قالوا فصمتنا حتى ظننا أنه سيسميه بيوم يوم آخر. فقال أوليس هذا بيوم النحر؟ قالوا بلى. قال في أي شهر أنتم؟ قالوا فسكتنا ظننا أنه سيغيره من هيبته صلى الله عليه وسلم، واستشعارهم أن الموقف كبير. قال أليس ذي الحجة؟ قالوا نعم. قال في أي بلد أنتم؟ قالوا بلد الله الحرام. قالوا نعم. قال أما وإن دماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كرر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم حث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على السمع والطاعة، وأوصيكم بالسمع والطاعة أي لأولياء الأمر في غير معصية الله تعالى، لما في ذلك من اجتماع كلمة المسلمين. الخروج عن طاعة ولي الأمر في غير معصية الله يترتب عليه تشتيت بين الناس. اليوم صار الذي يذكر هذا الكلام ينظر إليه وكأنه يجامل المنافق، لكن يا إخواني الأمر دين، ولي الأمر المسلم وإن كان مخطئا أو سيئا يطاع في غير الخطأ في غير المعصية، لأن في ذلك لم شمل الأمة، في ذلك وحدت كلمة الأمة وصفها وإضعاف النزاع فيما بين الناس. أيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم، أي جعلوا ترتيب المناسك مأخوذا عني لترتيب. ثم قال بلغوا عني ولو آية. فأشعر صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أنه على وشك الرحيل، قال بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية، كأنه نقل أمانة البلاغ إلينا من عنقه إلى أعناقنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيها الناس اسمعوا وعوا، فلعلي لا ألقاكم بعد يومكم هذا بعد عامكم هذا. كان الناس من بداية الحج يسمون هذه الحجة بحجة الوداع، انتشر بين الناس هكذا سبحان الله أن اسمها حجة الوداع ليس بعد الوفاة في أيام تلك الحج. حتى بعض الصحابة يقولون كنا نردد ونسمع حجة الوداع وما ندري ما الوداع حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بأشهر، وأخذ يوصي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بوصاياه المعروفة. ثم توجه إلى مكة كما قلنا وطاف، ثم صلى الظهر على بعض الروايات ورجع إلى منى، هذا كله في اليوم العاشر، لهذا سمي الحج الأكبر. فيه دعاء في يوم المشعر في النهار راجع، ثم الرمي العقبة، ثم الحلق، ثم النحر، ودعا عند حلقه قال الله رحم الله المحلقين الذي يحلقون بالكامل بالموس. قال بعض الصحابة والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين صلوات ربي وسلامه عليه. فرمى وحلق ونحر وطاف وخطب وطاف طواف الإفاضة ورجع، كل هذا كان في يوم واحد، والنبي قد أشرف على 63 من عمره صلى الله عليه وسلم. رجع إلى منى صلى الله عليه وسلم وبات فيها تلك الليلة، وفي اليوم الثاني خطب الناس صلى الله عليه وسلم، قيل أنه خطب في اليوم الثاني صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الخطبة الثالثة، ثم بعد ذلك
بعد أن زالت الشمس أي من بعد الظهر، ذهب ورمى الجمرات، ابتدأ بالجمرات الصغرى ثم دعا الله طويلا قالوا بما يقارب سورة البقرة، وقف يدعو، ثم رمى الجمرة الوسطى ودعا الله طويلا، ثم رمى الجمرة الكبرى العقبة الكبرى وسار، لم يتوقف عندها للدعاء. و خطبة اليوم حصل فيها ايه؟ ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عددا من التعاليم في خطبة اليوم الثاني، وأصلا اختلف فيها من أصله في يوم النحر، في ثاني يوم النحر، هل خطب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو لا، ولكن قال إن هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد؟ قيل أن هذا الكلام إن الله قد حرم دماءكم كان في الخطبة الثانية، وقيل كان في الخطبة الأولى صلى الله عليه وسلم، وقال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعني كانت هذه الكلمة مؤثرة للغاية لساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عندما استشعر أنه ربما يكون وقت الفراق الحسي، وكثير منهم من شدة حبهم لرسول الله وتعلقهم به لم يقبلوا التفكير في ذلك أصلا، فكانت تمر عليهم هذه المؤشرات لا يتقبلون أن يقفوا معها ولا يستشعرونها مع تعظيمهم له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما انتهى صلى الله عليه وآله وسلم من هذه بس الخطبة، شعروا حضرتك ساعتها ان خلاص ان الكثير من الصحابة استوجسوا، استشعروا شيئا، والكثير منهم سبحان وبكوا. الله أظنوا بكوا. بكوا لما كان يخطب صلى الله عليه وسلم، قالوا لم تكاد تبقى عين إلا وبكت، لكن الكثير منهم لم يستشعروا معنى الفراق، وهذا من لطف الله بهم، جاءت الأمور هكذا، وأيضا من قوة تعلق قلوبهم. تعرف الإنسان لما يكون يحب إنسان محبة كبيرة لا يرد على باله تفكير الموت، لا يقبل اصلا ان يفكر تماما. لهذا لما انتقل صلى الله عليه واله وسلم طاشت عقول كثير من الصحابه، سيدنا عمر اخذ السيف وصار يلوح بان جماعه من المنافقين يزعمون ان رسول الله قد مات، وما مات رسول الله ولكن ذهب الى ربه كما ذهب موسى وهو عائد، من قال ذلك ضربت عنقه. قلوب الصحابه من قوه تعلقهم بجنابه الشريف لم تتقبل حتى التفكير في معنى الفراق. لما تلا سيدنا أبو بكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، والآية الأخرى إنك ميت إنهم ميتون، قال سيدنا عمر كأني أسمعها لأول مرة، ما كأني سمعت هذه الآية من قبل، لشدة تعلقهم به صلى الله عليه وسلم. انتهى من خطبته في ذلك يوم، رمى صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، والرمي مفتوح من بعد الزوال إلى آخر أيام التشريق، قال بعض العلماء إلى الفجر من كل ليلة. في اليوم الثاني كذلك صلى الله عليه وسلم فعل رمى، وفي اليوم الثالث رمى صلى الله عليه وسلم مع الزوال ونفر إلى مكة، واستراح في منطقة على مدخل مكة صلى الله عليه وسلم، ضرب له أحد الصحابة فيها قبة من جلد، استراح فيها، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ودخل مع السحر، ارتاح قليلا، ومع السحر دخل إلى مكة وطاف فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وتهيأ راجعا وقافلا إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. قبل الرحيل إلى المدينة السيدة عائشة قالت أنا ما اعتمرت، قال لها الحج يكفي، قالت لا أريد أن أعتمر، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على دابة إلى التنعيم أدنى الحل، أقرب منطقة خارج الحرم، وأحرمت من هناك وعادت واعتمرت، ثم ارتحلوا متوجهين إلى المدينة المنورة في ولهذا صار اسم المسجد مسجد السيدة عائشة الذي أقيم بعد ذلك على منطقة التنعيم أو في منطقة التنعيم. هذا مجمل لحجه صلى الله عليه وسلم، كان يحث في أيام التشريق على إطعام الطعام، وكان يتزاورون، وكان يقول أيامه من الأيام أكل وشرب صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يتزاورون ما بينهم وبين يلقى الناس ويلقونه الناس، وكان في الحج يدعو إلى التيسير صلى الله عليه وآله وسلم. في مزدلفة صحيح ذهب الصباح، لكن أذن للنساء وللذين يقومون على الخدمة وعلى العدد من الناس الذين يشعرون التعب أو الضعف، أذن لهم بأن من منتصف الليل أن يذهبوا، ما سأله أحد عن تقديم أو تأخير، أحدهم قال رميت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج، قال حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، قال نحرت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. فأرى الناس معنى التيسير صلى الله عليه وآله وسلم، أراهم الشيء العملي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا سيدنا الفضل بن عباس كان رديفا لرسول الله عند منصرفه من عرفة، فجاءت امرأة قالوا أنها كانت صبيحة الوجه، يعني فيها جمال وهي محربة، وأقبلت على رسول الله تسأله في أمر دينها، وكان الفضل بن العباس أيضا وسيما فيه الجمال، فكان الفضل بن العباس كأنه أخذته نظرة إلى المرأة، والمرأة تكلم رسول الله، فالتفتت إلى جذبها هيئة جذبها جذبتها هيئة فالفضل بن العباس، فأخذ رسول الله بلطف بذقن الفضل بن العباس وأشاح بوجهه عنها.
ليشعره أنك أن النظر أصلا حرام، ثم أنت الآن في معنى. كان صغيرا في السن في مقتبل الشباب، فأشعره صلى الله عليه وآله وسلم أن اقتراب الرجال من النساء في مثل هذا الموطن مع كشف الوجوه هو اختبار ليدرب الإنسان نفسه على معنى الطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. عاد صلى الله عليه وآله وسلم من الحج قافلا إلى المدينة المنورة، ففرح أهل المدينة برجوعه، وما بقي في هذه الدار إلا أشهرا بعد ذلك، 3 أشهر، انتقل بعدها إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. اسمحني نطلع فاصل، نرجع لنا فاصل ونعود. لو رأك لأحبك، لو رأك، لو رأك لأحبك. عدنا لكم من جديد، ويمكن المناسك اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقوم بيها خلت الناس برضو تتساءل، يعني يمكن طيب اللي ربنا ما كتب لهمش السنة دي لما يحجوا البيت الله الحرام يعملوا ايه؟ أولا يصومون ما استطاعوا صيامه من أيام العشر كما ذكرنا في بداية الحلقة، يكثرون من الذكر من الاستغفار، في يوم عرفة الصيام يكون آكد، يقضون يوم عرفة في العبادة والذكر والتوجه إلى الله، لا يضيعون مثل هذا اليوم، فيشاركون أهل عرفة فيما يتنزل عليهم. ورد أنه يعدل كفارة السنة والسنة التي تليها، السنة والسنة التي تليها، وقيل أنه يعدل بصيام سنة كاملة عند الله عز وجل. لكن إضافة إلى الأجر المعنى، أن يا رب أنا لم يتيسر لي الوفود عليك في بيتك الحرام، لكني لم أنقطع عن حال الواقفين. ولهذا كان السلف الصالح وأئمة العلماء إلى مشايخنا الذين أدركناهم في يوم عرفة يعرفون ما هو التعريف في بلدانهم، يجتمعون هم والناس من العصر إلى المغرب يذكرون الله، يسبحون، يحمدون، يهللون، يأتون بالأذكار، يتذاكرون، يذكرون الناس، ويفطرون معا، يتعرضون لنفحة الله التي تحصل لأهل عرفة. فإذا نظر الله إلى العبد رأى أن قلبه متعلق، المرء حيث أحب لا يحرم نفسه من ذلك. لكن هناك سؤال إذا أنت أذنت لي أو تساؤل، نحن تكلمنا في أول الحلقة إلى الآن عن فيما لو كنا معه في حجه صلى الله عليه وسلم، هل ترى أن نعرج على فيما لو جاء هو اليوم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموسم؟ نعم. وحج معنا؟ نعم يريد. أول ما يخطر في البال لو جاء صلى الله عليه وسلم معنا وجاء موسم الحج وقرر الحج، أول ما سينبه إليه ويلفت النظر إليه المال الذي يصرف على الحج، أهو من حلال أو من حرام؟ أهو من مدخول حسن أو مدخول سيء؟ لأن الرجل اللي يأتي أشعث أغبر يلبي لبيك اللهم لبيك، مأكله حرام، ملبسه حرام، وزاده من حرام، يقال له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك والعياذ بالله. فيحسي يعني أول ما سينبه عليه فيما سيرى اليوم دال. الأمر الثاني سيفرح من قوة إقبال الناس على الحج، تلهف الناس على الحج. أظن أنه لو جاء صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشاعر ورأى المليونين وثلاثة الملايين وهي مقبلة، سيرى فيها ثمرة ما جاهده صلى الله عليه وآله وسلم. سيحب صلى الله عليه وآله وسلم ما سيرى من إقبال الشباب على الحج. جاءت فترة في الستينات والخمسينات والسبعينات، صار الذين يذهبون إلى الحج غالبهم كبار السن فقط. صحيح. الآن سيرى الشباب وهو مقبل على الحج. لن يرضيه أن يرى جعل الحج وسيلة للتباهي بين الناس، أنا الحج دي واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها وسنة الخمسة الحجات، أنا حجيت 15 حجة، أنا حجيت يقول له حج ازيك يا حج، وما يحب إلا إن ناداه الناس بذلك فهو حسن. لكن إن صار هو يطلب ذلك فهذا أقرب إلى الرياء. يعني إذا صار نفسه تتطلب مثل هذا الوصف، أظن سيفرحه صلى الله عليه وآله وسلم العادة الجميلة الموجودة في كثير من بلدان المسلمين مثل مصر، وأظنها باقية في الأحياء الشعبية وفي القرى إلى الآن، أن الذي سيذهب إلى الحج يحتفى به